ما تزال المواجهات مشتعلة في أرجاء الضفة الغربية منددة بقرار نقل السفارة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة في مدينة البيرة. وعند حاجز بيت إيل لم يختلف المشهد الغاضب عن ساحة المعركة يوم أمس. المزيد في هذا التقرير. عفوية الغضب تثور في كافة المناطق الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي منذ أن تم افتتاح السفارة الأمريكية في قلب القدس، يعني هنا عند حاجز مغتصبة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيرة. وصلت حافلات تقل طلاب من جامعة بير زيت، اختاروا اليوم أن يفتتحوا جبهة النار هنا، حشدوا أنفسهم، أشعلوا إطارات السيارات وبدأوا بالتقدم شيئا فشيئا باتجاه الحاجز الاحتلالي في رسالة تصر على إعلاء صوت المقاومة ضد افتتاح السفارة، وأيضا ردا على شلال الدم المستمر بالنزيف في قطاع غزة. يعني كما تلاحظون على يميننا عند أعلى التلة تتواجد بعض من قوات الاحتلال لمراقبة سير المواجهات، فيما تقوم قوات أخرى بإلقاء القنابل الغازية المسيلة للدموع وأيضا الرصاصات المطاطية باتجاه جموع المتظاهرين. جايين اليوم نوصل رسالتنا انه فيش شيء اسمه وطن، اسمه غزه، وطن اسمه القدس، وطن اسمه رام الله، في وطن واحد بيمتد من البحر للنهر، وانه احنا شعب واحد راح نضل صامدين، راح نضل نقاوم الاحتلال لاخر جندي اسرائيلي واخر مستوطن صهيوني يطلع من ارض الضفه الغربيه ومن ارض القطاع ومن ارض الداخل ومن ارض غزه. واحنا بنوصل رسالتنا لكل العالم انه التخاذل والرجعيه العربيه والصمت العربي مش راح ياثر فينا. لو يسقط كل يوم شهيد وكل يوم اسير وكل يوم جريح، احنا لا يمكن ان احنا يعني نتنازل عن ارضنا. نازلنا صامدين مرابطين لاخر قطر الدم في فلسطين. القوى الوطنية كانت قد أعلنت عن خطوات تصعيدية ستشهدها أيام شهر رمضان المبارك، ستصل ذروتها في ذكرى النكسة في الخامس من حزيران. أمس رأينا يوما مشهودا في رام الله، في نابلس، في طول كرم، في قلقيلية، في الخليل، وكانت من أعظم التظاهرات التي جرت أمس في رام الله منذ سنوات. أنا برأيي ما يحدث هو تلاحم بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس وفي الداخل أيضا. أمس جرت ثلاث مظاهرات في الداخل في أراضي 48 في إطار هذه المقاومة الشعبية، ونحن سنشهد في رمضان أحداث كبيرة أيضا في مدينة القدس ومحاولات لكسر الحواجز للوصول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى. استراتيجيتنا تغيير ميزان القوى من خلال المقاومة الشعبية والمقاطعة. بدون تغيير ميزان القوى لن يتغير شيء. اشتعال الميدان ترافق مع حداد استمر لليوم الثاني على التوالي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كما عم الإضراب اليوم مدن ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل، صورة مشرفة وحدت فرقة أبناء فلسطين عندما تعلق الموضوع ببوصلتهم القدس. من أمام حاجز بيت إيد، زينة صندوقة، رؤيا.